ناصر منصة اكس كلها تقييم لك وش اسمه تصويت لك. والله ان صادق اني والله اعرف حظي نبدا اجابك عندك ها. تعال 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 اقعد يا شباب. هذول ايش ذي العبث هذول اللي لا يمونون الادب. والله اني اول مره شوف اول مره تقييم على الادب ما ادري مؤدبين. شوف ما اللي يردك شوف اللي يردك بعد حتى الصحون ما غسلوها. الفائز معنا 250 درجه هو نواف الشهراني. نواف سوبر الفائز معنا هو من اللي يحس ان عنده جمهور كبير وانهم بيصوتوا له الطارف منه جديد يا ابو حام. ها الطارف منه جديد. لا لا انا جيت في منافسه اجلس. ها حب ما انت اخذها يا ابن عمي. والله انا جاتك والله انا عندك والله ان شاء الله انا عندك عبد الله عندك مكتبي انا والله اني احبك في الله عندك يا اخي. ما في وين الف مبروك حلفت تستاهل ابن هدي كلنا جالسين على الله يا فيصل الله يا بعض الشيء ظهر يعورني والله. الف مبروك تستاهل ابو هدلان يا عبد الله الزهراني تستاهل.